بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لحل مسائل الخاصة بموضوع العزم، نشوف هذا السؤال لي يعني يفضل انه ايضا انتم شوية تحركون نفسكم وتحلون، لان راح ممكن انه يساعدكم هذا الشيء بشكل واسع. نلاحظ هذا مثلث متساوي الاضلاع ب اولا مجموع زواياه 180، اذا هذا 60 ب 60 ب 60. اوكي، العمود النازل من رأس المثلث على القاعدة ينصف القاعدة. أوكي، إذا هاي الزاوية أيضا تنصفت، صارت هاي 30 وهاي 30. تمام، هاي قوة الشد بزاوية 20، بالتناظر هاي الزاوية جد 20. أوكي، اللي هو الأكس أكسس، هاي الزاوية 20. يريد النقطة حول أو، ماشي، نحلل كوساين وساين، يعني هناك كوساين 20 وهنا ساين 20. تمام، هذا ايش قد يبعد عن النقطة O؟ كمل المثلث القى هذا البعد. هنا ايضا هذا ايش قد بعده عن O؟ هنا بسيط، ليش؟ لان نصف القاعدة 5. اوكي، لكن هذا من يصير هنا لازم القى هذا البعد العمودي. البعد العمودي كمل المثلث، ما راح تكمل المثلث، عندك التزاوية. اوكي، لان هاي 30، اذا هاي الزاوية ايش قد؟ 30، وعندك وتر 10، فعشرة كوساين 30 راح نطلع هاي القاعدة. اوكي، اللي هو البعد العمودي نفس ما موجود هنا. دائما كمل المثلثات وشوف الزوايا واحسب الابعاد، دائما يعني دائما استخدم نظرية اكمال المثلث. اوكي، نشوف هذا الرسم اللي هنا اللي موجود وننتبه له زين. شوف، يريد العزم حول هاي النقطة او، ننتبه انه هذا مائل عن الاكس بمقدار شقد؟ 30. زين، وبعد والقوة مائلة، مطين زاوية مقدارها 10 عن واي. اوكي، زين، شلون هاي الزاوية راح نقدر هذا القوة نقدر نحسب تأثير العزم على نقطة الأو؟ دائما احنا نبحث عن البعد العمودي. اوكي، اللي هو منه هذا البعد العمودي. تمام، زين، شلون راح نقدر نخليه عمودي مع النقطة أو؟ شوف الرسم التوضيحي، يقول خلينا نسوي إحداثي. هاي النقطة ايش قد تبتعد عن الاكس اكسس بمقدار 30؟ يعني هاي الزاوية ايش قد لهنا؟ 30، صح؟ هاي الزاوية ايش قد؟ 30. اوكي، بالتبادل بالتناظر. اوكي، 30. هذا القوة خلينا نكملها، هاي الزاوية مو 10، اذا هاي الزاوية ايش قد؟ 10. تمام، اوكي، اذا هاي الزاوية ايش قد اللي بقت؟ 90 ناقص 40 50. اذا الزاوية هاي 50. اوكي، اذا هسه صار عندنا كل المعطيات جاهزة، نقدر نحسب القوة العمودية او البعد الحل للقوة بحيث تكون عمودية مع نقطة التأثير. زين، شو راح تصير عمودية مع نقطة التأثير؟ شوف، اذا اخذنا كوساين للخمسين راح تمر بالنقطة وعزمها ما راح ينحسب، بس لو اخذنا ساين للخمسين راح تكون بهالشكل اللي هي هنا، راح تصير التحليل البعد العمودي مالتها ايش قد؟ 7.8. اوكي، واضحة الفكرة؟ هاي الطريقة. هنا أنا يقول مثلا اكو طريقة اخرى، كمل القوة والقالي هذا البعد دي. شوف، هاي الطرق كلها طرق ممكن انه احنا نستخدمها. يقول كمل القوة والقى البعد العمودي عندي، هذا البعد شلون القاه؟ ايضا القى الزاوية هاي 50، وعندي هاي البعد اللي هو الوتر 7/8، اذا راح اقدر هذا القى البعد باستخدام قانون الساين، نفس الحالة. اوكي، اذا كل الطرق تبطيني الحل الصحيح، لكن فقط نكون عندنا قوة شلون نحصل على الزوايا واكمال المتجهات وتحريكها. اوكي، هذا السؤال ايضا سؤال بسيط، قوة تعرض هنا بهذا مائل بزاوية معينة، يريد العزم حول نقطة O.
هذا يبعد أيضا بعد معين. فنشوف السؤال، إحنا هنا نريد البعد العمودي ما بين O والقوة، شو راح نحصلها؟ زين، نريد العزم حول هاي المنطقة. البعد العمودي دي، البعد العمودي دي شو راح نلقى البعد العمودي؟ نلاحظ زين بابا، نشوف السؤال بابا، البعد هذا تمام ما عندنا بيه اشكال، اوكي، لكن هذا الجسم هو بحد ذاته مائل بزاويه شقد مقدارها؟ 20. اذا ايش راح نسوي؟ راح نقول هو هذا البعد زائد نصف هاي المسافه 125 نصفها 62.5، اوكي. يعني خلينا نوضح، احنا نريد هذا البعد العمودي، نريد هذا البعد، تمام. انا ايش عندي؟ عندي هذا البعد، يعني خلينا نبع هنا الرسم راح يكون اوضح. لاحظ هذا الرسم، من هاي النقطة للنقطة اللي انا اريد بيها العزم هو نصف المسافة اللي مطيني اياها، تمام، اوكي. هاي النقطة، هذا البعد مطيني اياه، تمام. لو نفترض احنا نريد البعد دي ما بين القوة وهاي النقطة اللي هو هذا المستقيم، لاحظ النقط، اولا زاوية الانحراف ايش قد؟ 20. زاوية الانحراف ايش قد؟ 20. زين، اذا هذا 450، شوف انا اريد اللي جاي، اذا خلنا نجر مستقيم هنا، اوكي، خليت مستقيم. إذن هاي المسافة إذا طرحت من عدها هاي المسافة ايش راح أحصل؟ على هذا البعد دي، صح؟ يعني أريد أطرح من عدها هاي المسافة، واضحة الفكرة شنو؟ إنه أنا عندي مسافة لكن أريد جزء من عدها ألغيه بسبب إنه أنا أريد العزم حول هاي النقطة. إذن هو البعد الكلي 450 ناقص، ننتبه شنو ناقص؟ انا شريد اتخلص من هذا البعد، انا عد المجاور وانا اريد اتخلص من الوتر، اذا شنو المجاور في كوساين ثيتا؟ ايش راح اتخلص من الوتر؟ اوكي، خلصت من هذا الوتر، اذا صار البعد دي هو هذا نفس ما موجود هنا، واضحه الفكره. فقط اكمل هذا المثلث بطريقه يكون شنو يعني بهالشكل، اوكي، يعني بنفس ميلان هاي القوة بهالشكل. اذا حاول لي تلغي هذا المسافة، شو راح تلغي هاي المسافة؟ سوري، هذا الوتر راح يصير، لان احنا راح يصير مائل بهاي الزاوية، يعني راح يصير عمودي، اسقط عمودي، فهنا الزاوية 90، فهذا هو الوتر وهذا المجاور، اوكي، هذا المجاور بالنسبة للمثلث اللي راح اسويه هنا، اوكي، راح يطلع لنا العزم. شوف هذا يعني شخص قوة مسلطة بهالشكل، وهاي الزاوية ثيتا هي نفس هاي الزاوية، نفس الميلان، هذا بعد اتش وهذا بي، يريد حساب الثيتا هو المقابل على المجاور، تان انفرس مقابل على المجاور. شوف هذا السؤال، يريد العزم حول النقطة O. اولا ايش مطيني؟ مطيني نوعين من القوة، قوة للوح اللي حامل الصندوق وقوة اخرى للصندوق. طبعا القوة اذا كان اكو فد وزن، اذا كان فد كتلة او فد شكل معين الى وزن،
فيتخلى الوزن في منتصف الشكل. فشوف هذا الشكل، المنتصف مالته نحسب المنتصف، ننصف الطول وننصف العرض ونخليه. وأيضا بالنسبة لهذا نفس الحالة، ننصف الطول وننصف العرض ونخليه مركز الثقل، نفس ما من هنا ذاكرها. أوكي زين. العزم خلاص نفس ما متعارف عليه، القوة في البعد. بما أن اثنينهم يدورون بنفس الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة، إذن اثنينهم موجب. ليش شلون عرفنا عكس عقارب الساعة؟ شوف هاي القوة من تريد بهالشكل تفتر، نفس حال هاي القوة بهالشكل تفتر. أوكي زين، هذا السؤال أيضا بس شيء يعني بسيط. شوف هذا السؤال يقول النقطة الأولى يريد العزم هاي القوة حول النقطة O عندما تكون هاي الزاوية 15. أوكي هسا نحلل ساين وكوساين، بالكوساين يبعد بعد 600 مليمتر يعني 0.6، وبالساين يبعد هالقد. إذا نجمعهم باعتبار إنه هاي القوة راح تفتر بهالشكل، وهاي القوة بهالشكل، إذا نطرحهم لين عكس الاتجاه. أوكي عكس الاتجاه، فنطرحهم واحد منهم موجب واحد منهم سالب. من الفرضة موجب هو الأكبر، اتجاه دوران الأكبر. أوكي زين. يقول الحالة الثانية أريد تلقى الزاوية اللي تخلي العزم صفر. قلنا شو وقت العزم يصير صفر للقوة؟ عندما القوة تمر بنقطة العزم. إذا راح أكمل المثلث بهالشكل، إيش قد الثيتا هاي؟ هي نفس الثيتا هاي. الثيتا هاي شو تساوي لنا؟ التان انفيرس المقابل على المجاور 0.6 على 0.8 اللي هي هالقد. أوكي هنا أنا نطلعها 36.9 أو هو شنو 217 درجة. أوكي ما يهم. الحالة الثالثة يقول أريد من عندك أقصى ما يمكن، يعني إيش قد أقدر أحصل على ثيتا، أكبر ثيتا ممكن إنه أحصلها. يقول عندما يكون عمودي على OA يعني هذا البعد، وعندما يكون عمودي هو أقصى ما يمكن، يعني راح يعطيني عزم أكبر ما يمكن. أوكي إيش قد الزاوية ثيتا؟ يريد ثيتا، ماشي، يريد ثيتا عندما تكون أقصى ما يمكن. إيش قد أقصى ما يمكن عندما تكون عمودية ويا من؟ ويا البعد، ويا البعد. أوكي هذا أقصى شيء. إذا إيش قد الثيتا؟ شوف لاحظ هذا مستقيم اللي هو الواي واي اللي هو هذا الواي، تمام زين. هذا مائل بتسعين، هاي الزاوية ألفا هي بالتناظر، هاي الزاوية ألفا. ثيتا شو تساوي؟ هاي التسعين زائد هاي الألفا، واضح؟ باعتبار هاي الزاوية، هاي تسعين، هاي الزاوية شقد؟ إذا نشوف التحليل عمود نوصل الفكرة صح. شوف هاي النقطة جر واي اكس اكسس، جر اكس اكسس. اوكي الاكس اكسس راح يكون عمودي مع هذا الخط، اذا اكو زاوية 90، لكن اللي جوا الاكس اكسس راح تكون ما معروفة ايش قد قيمتها. اذا ثيتا تساوي 90 زائد فتقيمة معينة هنا. اوكي زين، هاي منين اجيب هاي القيمة الشوية لهنا؟ اكمل المستقيم. اوكي كملت المستقيم هذا اللي انا مديته الاكس اكسس،
إذن هاي الزاوية هي هاي الزاوية، صح؟ صح، اللي هي مني؟ اللي هي هاي الزاوية. شفنا شلون وصلنا لهاي الزاوية؟ ليش احنا وصلنا لهاي؟ هذا نقدر نحسبها بالمقابل والمجاور، لذلك احنا من جرينا مستقيم هنا صار الثيتا هو 90 زائد الزاوية اللي محصورة هنا. هاي الزاوية هي نفسها هاي، وهاي الزاوية هي نفسها هاي، تمام؟ تمام. اذا طلعنا الزاوية ثيتا، هاي للتوضيح. اوكي زين، نشوف هذا السؤال ايضا من الاسئلة المهمة. شرحنا فد شي مقارب اليه بمرحلة ما. هنا شي يقول اوجد الزاوية ثيتا التي ستعطي اكبر قيمة للعزم ام او، العزم هذا الذي سينتج عن القوة 50 حول محور او. اوكي شوف، اعظم قوة يما تكون المسافة عمودية ما بين القوة ونقطة العزم. اوكي مسافة عمودية، لذلك هو هنا يقول هي هاي المسافة العمودية. زين شلون راح نحسب هاي المسافة العمودية؟ اوكي احنا هاي المسافة العمودية نريدها، خلينا نكمل مثلث، نعتبر هسه هاي المسافة العمودية هي الوتر، خلينا نكمل مثلث هذا هيجي وهالشكل. دائما استخدموا اكمال المثلث، مهم جدا، يعني دائما جروا خطوط، شوف هالشكل هذا اكمال المثلث، تمام؟ هذا كل هذا الضلع شلون نقدر نطلعه؟ السبعة اللي جاي، اوكي السبعة اللي جاي. زين هذا الضلع شلون راح نطلعه؟ مو انا عندي زاوية وعندي وتر، راح اطلع المقابل، تمام؟ اوكي اذا ايش قد طلع لي هذا؟ هالقد مقداره، واضح؟ هذا ايش قد؟ انا عندي طول وعندي زاوية، اذا خلنا اطلع المجاور، ايش قد طلعت لي قيمته؟ حياته. اذا صار عندي شنو؟ هذا بهذا. اذا الوتر اقدر اطلعه لو لا؟ تربيع تحت الجذر. اذا طلعت المسافة العمودية، اوكي شو اسوي بها المسافة العمودية؟ هاي المسافة العمودية هي اللي تصنع اكبر ثيتا ممكن انه تصير هنا. اوكي زين هسه شلون راح نحسب اكبر ثيتا؟ نستخدم قانون الساين، واتذكر شرحنا قانون الساين بالمرحلة الاولى. قانون الساين يقول الضلع على الزاوية المقابلة، اوكي هاي ايش قد الزاوية المقابلة؟ 120. هذا الضلع ايش قد؟ استنى حسبته اللي هو 14.8. اذا هذا الضلع على الساين للزاوية اللي تقابله. بعد منو اللي اقدر استخدمه؟ اقول هذا السبعة، اذا السبعة على الزاوية اللي تقابله اللي هي الفا، هاي الزاوية الفا المحصورة ما بين البعد العمودي وميلان الجسم، لقينا الفا، لان كلها معلومة فقط الالفا مجهولة، لقينا الفا. زين وشنو يعني اذا ما لقينا الفا؟ يقول هذا مو مستقيم، تمام مستقيم، المستقيم هو مجموع الزاوية مالته ايش قد؟ 180 زائد فقط ثيتا، هاي فقط ثيتا. اذا شو اقول؟ 180 ناقص القوة تصنع زاوية بمقدار ايش قد؟ 90. اذا 180 ناقص 90 ناقص ثيتا الزاوية المحصورة ما بين ميلان الجسم والمحصلة العمودية او البعد العمودي. اذا اكبر ثيتا ممكن نحصلها هي هاي قيمتها اللي تعطيني اعظم عزم، اللي تعطيني اعظم عزم، اوكي اللي هو هذا، واضح؟ زين هذا الشكل ايضا معادلات بسيطة، نفس المبدأ، نشوف انه نفس المبدأ كل مرة، فد شكل او فد فكرة شلون نلقي بيها الزوايا والابعاد. نشوف هسه هذا السؤال يريد العزم، يقول هذا فد روبورت جاي وزن هنا، فالقوة اللي راح تتسلط عليه هي قوة عكسية، بس الاتجاه بالعكس راح يكون. اريد العزم حول هاي النقطة شقد، والعزم حول هاي النقطة شقد، والعزم حول هاي النقطة شقد. نجي نسوي سكيتش
هالشكل. أوكي، هذا الـ A وهذا الـ B وهاي الـ C وهاي القوة، تبعد عن الـ Y بمقدار زاوية 15. هذا طوله هالقد، هذا طوله هالقد، هاي الزاوية المحصورة هنا شقد؟ 60. الزاوية اللي هنا الموجودة شقد؟ اللي على اكس اكسس 45. البعد هذا هالقد. اوكي، اذا انا اريد العزم هنا، خلاص هذا بعد وعمودي، بعد عمودي موجود وقوة، اذا لقيت العزم الاول. خلاص العزم الثاني اللي هو ما بين هاي القوة وبي، شو يقول؟ يقول كمل القوة والقالي هذا البعد العمودي. هذا البعد العمودي هو شنو؟ عبارة عن جزئين، الجزء الأول نفس هذا اللي هو هذا، يناظره ويساوي، يوازي ويساوي، بقى هذا اللي هو بهالشكل. أنا هاي الزاوية 45 عندي لو ما عندي؟ موجودة. زين، جر واي اكسس مو يبعد 15؟ زين، 45 و15 60، ايش قد بقى من 90؟ 30. إذا هاي الزاوية ايش قد؟ 30. خلاص لقيناها، اوكي، اللي هو هذا. اذا طلعنا هذا البعد. نفس الحالة ويا اي، نفس الحالة ويا اي، يقول لازم هذا نكمله، اذا لازم القى كل هالمسافة. انا قبل شوي لقيت المسافة من بي الى اي، هي كانت 0.15 زائد هذا المقدار، تمام. زين، هاي المسافة شو راح القاها؟ تمام، هذا الجسم، هذا الجسم القوة ايش قد تبعد عن الواي؟ 15. خلي واي هنا وخلي خط مكافئ للقوة بزاوية 15 عن واي. إذن هذا البعد عمودي لو مو عمودي؟ عمودي. زين، هسه الزاوية المحصورة ما بين هذا المستقيم وهذا المستقيم شقد؟ 15. زين، تلحقها 90 نقصها 60 30، 15 و30 او 15 و30 45. إذن هاي الزاوية هنا شقد مقدارها؟ 45. تمام؟ تمام. اوكي؟ إذا راح نطلع البعد المقابلة، بعد المثلثي. إذا كانت عندنا قوة بحل التعامل مع المثلثات، راح يكون هذا الموضوع سهل جدا. شوف هذا أيضا فد سؤال حلو. يريد التي. شوف، يريد العزم هنا. نحلل هذا مرة بهالشكل ومرة بهالشكل. بهالشكل يبعد عن مقدار بعد معين، واللي بهالشكل يبعد بعد معين، وهذا نفس الحالة. هذا منا مطيني مثلث استخدمه، احلله مرة بهالشكل ومرة بهالشكل. بهالشكل يبعد بهذا البعد، واللي بهالشكل يبعد بهذا البعد. نشوف هذا دورانه بهالاتجاه وهذا دورانه بهالاتجاه، متعاكسات، اذا واحد موجب وواحد سالب حسب الفرضية. خلاص، المجهول الوحيد هو تي. اذا هاي بعد معادلة رياضية لقيت تي. نفس الحالة هنا بالضبط، نفس الحالة، بس هنا بعد العزم يريد من يمنه ورا ما نخلص مطلب العزم اللي هو نفس ما شرحناه سابقا. يريد من عندنا المحصلة. المحصلة نستخدم قانون الكوساين. إذا استخدم الزاوية اللي بيناتهم، اللي بيناتهم، فاستخدم الإشارة السالبة. وإذا استخدم الزاوية أحد الزوايا الأخرى، لا، استخدم، اخلي الاشارة موجبة. هسه هنا احنا ناخذ هاي الزاوية اللي بيناتهم اللي هي 165، نطبق قانون الكوساين، عمود نلقى الزاوية نطبق قانون الساين. اوكي، وبهذه الطريقة احنا ايضا نعتذر عن الاطالة. يفضل 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 انه احنا نعرف شلون نتعامل مع المثلثات والزوايا. يعني المثلث احنا شو نريد من عده؟ نريد من عده نعرف شلون نلقى الزوايا بالمثلث، وشلون نعرف نلقى الاطوال لكل مثلث. اوكي، اذا كان عندي زاويه واذا كانت عندي ابعاد. واضح؟ تمام. ولازم ايضا تكون عندنا نظره، ودائما دائما نعمل على اكمال مثلثات ونقل الزوايا، تناظر، تبادل. اوكي، لان هذا كلش راح يفيدنا بالحلول. نشوف انه كله عبارة عن قانون واحد، القوة في البعد العمودي. شلون نوصل الى البعد العمودي؟ بهاي الطرق اللي درسناها. اوكي، موافقين ان شاء الله.